أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن وزارة الصحة تستعد لإطلاق سلسلة من المشاريع الإنشائية الضخمة خلال الفترة القادمة، والتي أعيدت جدولة الكثير منها لتتوافق مع خطة عمل 100 يوم للحكومة. كما أضاف العوضي أن هذه المشاريع تواكب التوسع السكاني السريع وتسعى لتقليل فترات الانتظار للمرضى بشكل ملموس وزيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال أكبر عدد من المراجعين. سلسلة من المشاريع الإنشائية الضخمة التي ستعيد رسم ملامح الرعاية الصحية في البلاد سترى النور قريباً، تماشياً مع خطة عمل الحكومة 100 يوم، هي خطوة تؤكد على الالتزام الراسخ نحو تقديم خدمات طبية متميزة تضاهي أعلى المعايير العالمية. تم إعادة جدولة الكثير من المباني لافتتاح خلال خطة عمل 100 يوم حسب تعليمات وقرارات سمو رئيس مجلس الوزراء، ويأتي ذلك ضمن خطة عمل 100 يوم. نعمل على إعداد جدولها. هناك الكثير من مراكز الرعاية الصحية الأولية سواء في منطقة المطلع، نعمل خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله سوف نقوم بافتتاحها، مراكز لغسيل الكلى في الجنوب، مستشفى إن شاء الله على قدم وساق لمستشفى الولادة الجديد، 8 أو 9 مباني المكملة لمستشفى العدان. راح ندخل قدام على مستشفى ان شاء الله الساريه، الامراض الساريه داش ان شاء الله ويانا على الخطه، ان قاعد نجهز الحين ايضا للتجهيز والاستلامات النهائيه، فمتى ما كان الاستلام النهائي موجود احنا نحط خطه كامله. اليوم التنفيذ يعني جزء من الخطه، ولكن التشغيل استكمال، فاحنا وحده كامله. هذه المشاريع تأتي في إطار استجابة الوزارة للتوسع السكاني المضطرد، وتهدف إلى تقليص فترات الانتظار وزيادة القدرة الاستيعابية للمرافق الصحية لاستقبال أكبر عدد ممكن من المراجعين. علاوة على ذلك، ستشهد هذه المشاريع تقديم خدمات صحية متنوعة وجديدة. كل هذه المشاريع تراعي حقيقة أمرين رئيسيين. الأمر الأول من ناحية النوع، توفر خدمات نوعية لم تكن موجودة أصلا بالأساس في هذه المنطقة. الأمر الثاني هو مراعاة استيعاب أكبر قدر ممكن من المراجعين الكرام، من المواطنين الكرام، وهذا سوف ينبني عليه تقليل طوابير الانتظار وسرعة وصول المواعيد وسهولة وصول المواطنين الكرام للخدمات الطبية المتكاملة. هذه المبادرات ليست مجرد بناء لمرافق صحية، بل هي خطوة استراتيجية نحو تعزيز النظام الصحي وضمان وصول الرعاية الطبية لكل فرد بفعالية وكفاءة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.